عصام سيد عندي 32 سنة. أسماء محمود عندي 26 سنة. من حوالي 7 سنين كده كنت أنا طبعاً حضرتك عارفة أنا شغال في السيرك، فكان عندي حفلة في كارفور، فإحنا كنا رايحين للحفلة، فهي المهم كانت جاية ومعاها زمايلها، وإحنا كنا رايحين مثلاً زمايل مع بعض وعندنا حفلة يعني. فأنا اتفاجئت طبعاً السيرك القومي، فأنا اتفاجئت لما رحنا السيرك فلقيتها هي موجودة. فأول ما شفتها طبعاً يعني طبعاً أنت شايفة يعني أعجبت بيها جداً جداً، تقدمت لها. لا طلب الرقم الأول. طلبت الرقم وبعد كده تقدمت لها. بس أنا قلت لا. وعايز أقول لك إيه؟ هي ما قالت الرقم لا، هي طلبت الرقم لا، بس هي وافقت. لا أحساسي أنا كنت أنا فرحانة جداً على إني ما كنتش عارفة. أنا عرفنا لما لما روحنا صاحبتي أخت يعني جوز صاحبه مدام أم سعد قالت لي شفت الولد اللي كان لابس كذا، قلت له أوه، قالت لي طب ده متقدم، قلت لها ما تزهريش. كنت أنا فرحانة جدا، روحت اليوم دوت لما هي قالت لي أنا مروقين، قلت لماما أنا شفت واحد وأمور جدا وعسل، ويا ريت كان عصام كان زمان قبل ما يشيلها دلوقتي بيقشرها، كان طلعلي الزبيبة هنا كبيرة كان بيبقى شكله حلو فيها. قلت لها ماما انا شفت ولد وانا موافقه عليه وكده، وكنت فرحانه الصراحه، وصليت صلاه استخاره وارتحت له. عرفت ان في اليوم ده تقدم لها عرسان، عرفت في اليوم دوت ان هو اصلا تقدم لها عرسان، فلا بقى ما انت حد هيجي انا ياخد مني الموزه بتاعتي. فجريت على طول خدت اختي الكبيره ورحنا وقلنا لهم تمام، لقيتها هي متقبله الموضوع، قرينا الفاتحه. وطب لا ما الناس الفاتحه لما انت رجعت. لا احنا قرينا الفاتحه بتصوري يعني. احنا رحنا وقرينا الفاتحه ماشي، بس لعبت ان هي عندها ارسم، وكنت ناوي ان انا اخلص المره بسرعه، بس هي كان عندها امتحانات ساعتها في الثانوي، فكانت ينفع ان هي ان احنا ناجل يعني نوقف الموضوع يعني نوقف اضطرينا احنا نوقف الموضوع لحد ما نخلص الامتحانات بتاعتها. احنا بقى لنا 5 سنين متجوزين. الدنيا حلوه، هي عادي الجواز عادي، في شويه حلو شويه مشاكل كده يعني بتعدي. مامتش عندي معوداني ان مفيش حاجه يعني ايه تكسرني، في ممكن يعني في تبديل دي طويله طب ما احط كرسي، ما في ناس طويله وفي اجل ما بتطولهاش، ايه يعني احط كرسي يعني. انا لما رحت ايام الخطوبه مره عند بيت مام عصام كانت منزله له مطبقيه على قد وحاجات على قد، لا ما شفتهاش عندنا احنا، كانت حاجتي طول ماما وطول بابا عادي، كنت بس اتعامل ان انا احط كرسي اخر مواعيد يعني اعمل الاكل، ما مش هتعجزني الحاجه دي. الزوجه صح بتتعرف في الزنقه وفي الظروف اللي بتبقى وحشه بجد يعني. طبعا مرينا اكتر حاجه اكتر ظروف مرت عليها وحشه يعني ايام الثوره، كنا على الاقل كنا بنقدر نشتغل وبنعمل كان للمحاضر، لكن دلوقتي ايام الكورونا بقى ما كانش فيه خالص شغل، فهي بجد انا كان بتاكل يعني الموجود في البيت كانت بترضى بيه، لو حطيت شويه جبنه شويه مش كان بتاكل معاها. اي ست تاني بتستعمل كده على الحلوة وعلى المصر اي حاجه تاني. مبسوطه طبعا بقيتي معايا وسعيده ان انا اتجوزت، وبجد ربنا يخلي ليا، وهو احسن بالنسبه لي انا، هو احسن راجل في العالم كله.